إذن لمناقشة الصراع بين شركاء العملية السياسية والميليشيات على المناصب قبيل الانتخابات المرتقبة ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد مرحبا بكم. يعني كما تعرفون هناك أزمة داخل تحالف الفتح بسبب عدم الاتفاق على نسب تقاسم أصوات عناصر الحشد قبل الانتخابات. بداية أستاذ لبيد، كيف يمكن قراءة هذا الخلاف الذي يأتي قبل فترة قصيرة من الاستحقاق الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الخلاف بالحقيقة هو خلاف شكلي وليس خلاف جوهري، لا يمكن أن يدخل في عمق العملية الانتخابية. نعم. فيما يتعلق بدائرة الفتح وتقسيم الأصوات التي هي تمثل الحشد الشعبي وعناصر الحشد الشعبي، المسألة واضحة ومحسومة. هذه العامري هو الذي سيحصل على الحصة الأكبر من الأصوات باعتباره هو رئيس هذه الكتلة، وباعتبار أن معظم أو أكبر الفصائل الميليشياوية التي يتشكل منها الحشد ما يسمى الحشد الشعبي هي من الفصائل الولائية مثل عصائب ما يسمى عصائب أهل الحق، حزب الله، النجباء، البدلاء، الأوفياء، هذه الأسماء الكبيرة التي لا علاقة لها بمعنى الأسماء، والخراساني. هذه الكتل، هذه الميليشيات هي أكبر الميليشيات الحشد الشعبي كما ذكرنا، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران. وإذا كان هناك نوع من الخلاف فيما بين هادي العامري وفالح الفياض، وكلاهما تابع لإيران، طبعا تبعية كاملة لإيران، لكن بالنسبة لإيران تعرف كيف تزن الأمور. وفيما يتعلق بالموقف الإيراني هي سيكون الأفضلية لتميل إلى صالح. ولكن أستاذ لبيد، ولكن آسف للمقاطعة، ولكن يعني شهدنا خلال السنوات الماضية تحالفات تبرم وبالتالي تحل نفسها قبل أو بمجرد انتهاء عملية التصويت. إلى أي مدى ترى أن هذا الخلاف ربما يمهد لانقسام محتمل في الأيام القادمة؟ لا، التحالفات انتهت، يعني المفوضيات الانتخابات منذ وقت مبكر، منذ شهر فبراير الشباط أو آذار انتهت، حسمت وقرة التحالفات، ولا يجوز بعد ذلك التاريخ التلاعب في أو تفكيك التحالف ودمجه بتحالف آخر أو قس شطري إلى أكثر من تحالف. التحالفات رسميا انتهت، فرغت لجنة المفوضية من إعدادها، لكن هذه الخلافات قد تنتقل إلى البرلمان، إلى قاعة البرلمان بعد فرز الأصوات وبعد أن تتضح الرؤية فيما يتعلق من هو الفائز وعدد مقاعد كل كتلة من هذه الكتل، كل تحالف من هذه التحالفات. هناك ربما تنشأ نوع من الخلافات، لكن أنا أعتقد أن هذه الخلافات ليست خلافات جوهرية ولا هي خلافات عميقة، ومن السهل على إيران أن تتحكم بها وأن تهدئ اللعب. طيب. وهذا حالة هذه التنافس، لأن كل هؤلاء الأطراف الذين يبدو على ما يبدو أن بينهم خلاف هم داخل سقف البيت الشيعي المضبوط والمنضبط على إيقاع الإرادة الإيرانية. أستاذ بيد، لو أخذنا تصريح لبهاء الدين النوري عضو ائتلاف دلوة القانون، حيث أنه ألمح إلى إمكانية حصول المالكي على ولاية ثالثة، ما مدى مقبولية ذلك لدى الشارع العراقي؟ هل يمكن طرح اسم المالكي مرة أخرى؟ من الطبيعي أن كتلة وممثلي والناطقين باسم كتلة القانون، دولة القانون، أن يصرحوا ويبدون على نحو متفائل بأن المالكي لديه حظوظ في العودة إلى كتلة، إلى ولاية ثالثة. لكن المالكي حظوظه جدا ضئيلة، جدا إذا لم نقل معدومة. المالكي بالحقيقة تجاوزه الزمن،
وتجاوزته الأحداث، وحدثت متغيرات كبيرة من بين 2014 و2021. أوراق المالكي تساقطت معظمها، لكن ما يعنيه ممثلو كتلة القانون أو يراهنون عليه كتلة دولة القانون هو أن المالكي يتمتع بعلاقات جيدة وطيبة مع إيران. هذه ليست سمة ينفرد بها المالكي طبعا. نعم. هناك مسألة أخرى، هو يقول بأنه علاقته جيدة مع جو بايدن الرئيس الأمريكي، ويقول أنه يستطيع من أن يستثمر هذه العلاقة من أجل أن يقوم بدور الوساطة بين أمريكا وبين إيران فيما يتعلق بالملف النووي. وهذه المسألة بالحقيقة لا تحظى بجاذبية في الوسط الشعبي العراقي، يعني لا تمثل مسألة جوهرية أو تشكل أحد أولويات الناخب العراقي حاليا، لكن هو يسوقها ويستخدموها دعائيا. يعني أستاذ لبيد، تعتقد أن انتخابات هذا العام ستكون غير التي شهدها العراق في 15 تشرين الأول عام 2005؟ تعتقد أنها ستطرح نفس الوجوه ونفس الآليات؟ العملية السياسية لن يطرح عليها تغيير يذكر بعد هذه الانتخابات إذا حصلت هذه الانتخابات. لماذا؟ لأن عملية التزوير ومسألة انعدام نزاهة الانتخابات سيستمر، سيبقى على نفس الحال، على حالته السابقة. هناك تعاظم وتنامي لوجود الميليشيات، ليس فقط كميا وإنما من الناحية الجوهرية، من ناحية سيطرتها وسطوتها على المناسبات الانتخابية. يعني الميليشيات فصائلها أصبحت أكثر شراسة مما كانت عليه في عام 2018، ونحن شاهدنا بعدة أمثلة كيف قاموا باغتيال عدد كبير من الناشطين وكيف أفلتوا من العقاب. يعني حتى المؤسسة القضائية أفسدوها وتدخلوا بها وأصبحت منضبطة حسب إرادتهم. نعم. يعني وهذه الحالة كانت أيضا سائدة في عام 2018، لكن ليس على هذا النحو من الشراسة في عام 2018. لذلك فنحن نتوقع بأن الانتخابات ستأتي بنفس الوجوه، ربما يغيرون هذا الوجه وذاك الوجه، لكنه من حيث الجوهر ستبقى العملية السياسية على حالها السابق. طيب أستاذ لبيد، هناك من يتحدث عن تأجيل الانتخابات، يعني بنظرتكم الاستشرافية هل ستجرى الانتخابات في موعدها؟ هل ستحقق نسبة أعلى مما يعني كان في عام 2018، حيث أن كما تعرفون أن نسبة المشاركة كانت 18%؟ نعم، هناك احتمالان. طبعا هناك الاحتمال أن تجرى الانتخابات في موعدها، واحتمال أن تؤجل الانتخابات، لأننا سمعنا بأن مقتدى الصدر يشترط، يعني وهناك كان له لقاء مع المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. نعم. قبل نحو أسبوعين، وهناك حديث عن احتمالية أن يتراجع مقتدى الصدر عن عزوفه عن الانتخابات، مقاطعة الانتخابات، وقد طرح شرطين، أحد الشرطين هو تأجيل الانتخابات، والشرط الآخر على أساس أنه يريد أن يستصدر من المرجع الأعلى إدانة للسلاح المنفلت. هذه طبعا كلها، يعني الشرط الثاني هو عبارة عن دعاية انتخابية. نعم. واضحة. لكن إذا أجلت الانتخابات، إذا استجابوا لطلبه شرطه الأول بتأجيل الانتخابات، ربما ما تؤجل. هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الآخر أنه تجرى الانتخابات في موعدها، وفي حال إجراء الانتخابات في موعدها أنا أتوقع أن تكون النسبة ربما مقاربة لنسبة 2018 أو ربما تزيد عنها عن 2018. لماذا؟ لأن عدد الدوائر الانتخابية ازداد، سيصل إلى نحو 80 دائرة انتخابية في هذه الانتخابات، وهناك أيضا هناك كثير من البسطاء بالحقيقة، حتى من الناشطين، ناشطي حركة تشرين أو انتفاضة تشرين. نعم. هنا يعني لديهم رهانات، رغم أن هذه الرهانات بالحقيقة هي يعني نقول أنها بسيطة وحسنة النية،
وبهذا سيساهمون، مع الأسف سيساهمون ربما بزيادة نسبة المشاركين في الانتخابات، عدد المشاركين في الانتخابات، وسيضفون سمة معينة ذات الصفة، يعني سمة إيجابية على الانتخابات، وهذه نعم أستاذ عبيد نعم. ليست لا نتمنى أن تكون نعم. على كل حال أنا أرجح أن الانتخابات سيتم تأجيلها. طيب. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.